وعلى هامش فعاليات الملتقى، عقد رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال عقد مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن اجتماعه بالهيئة العامة للاستثمار الكويتية كان ناجحا بكل المقاييس، مطالبا إياها بتفعيل الاستثمارات المشتركة بينها وبين المملكة القابضة. من ناحية أخرى، توقع بن طلال إتمام صفقة شراء زينة السعودية من قبل تحالف المملكة القابضة وباتلكو البحرينية خلال الشهرين المقبلين. تم الاجتماع مع هيئة الاستثمار الكويتية لبحث فرص ومجالات التعاون وفي مجالات كثيرة، فالكويت لها تواجد محترم ومقدر في العالم الخارجي واستثماراتها موفقة وناجحة، ونحن استثمرنا مع الكويت في مجالات كثيرة مثل سيتي بنك ونطاقات أخرى، وكان كلنا مجالات ناجحة، لكن نحن نحبذ ونطالب بتفعيل استثمارات مشتركة ما بين شركة المملكة القابضة وبين هيئة الاستثمار الكويتية، لأن نحن لدينا تحالفات كثيرة مع صناديق كبيرة عالمية، سواء كانت في قطر أو أبو ظبي أو سنغافورة أو حتى مع صناديق بيل جيتس أو بافيت في العالم. فاحنا اتينا هنا لفتح النقاش والحوار مع صندوق الاستثمارات الكويتي لايجاد مجالات ونطاقات نستمر فيها سويا. كان اجتماع ناجح جدا بكل المقاييس، لانه نحن نتناقش الان مع زين الكويت لشراء زين السعوديه، ونحن قضينا شوط طويل الان بعد تحالفنا مع شركه باتلكو البحرينيه، ونحن دخلنا مرحله الان الدراسه العميقه لكل كتب واوراق زين السعوديه، ونتوقع ان تاخذ بين شهر نص تقريبا، وبعد ذلك اذا تمت الامور على ما يرام نتوقع اتمام الصفقه شراء زين السعوديه من زين الكويت خلال شهرين المستقبلين ان شاء الله.